اولا انا صينيه الاب والام، ويعني اصلي صيني صيني، ما في مجال اي عرس عربي فيني. اي عرج بعد؟ ها، لا والحكي كويتي بعد ما في. بس الحمد لله، يعني من احنا صغار ابوي كان يدرس في جامعه المدينه المنوره بالسعوديه، ما شاء الله، فتخرج تخصص اعلام ودعوه وتخصص باللغه العربيه الفصحى، وجاء الكويت يعمل للجاليه الصينيه، فانا يعني يعتبر ان صينيه ولكن تربيت بالكويت. وحبنا للغة العربية بدأ والله من إن أبوي دخلنا مراكز تحفيظ القرآن الكريم تابعة وزارة الأوقاف، فمنينا بعد الحب، يعني إحنا حسينا إن اللغة فعلا هي وسيلة التعبير الأساسية، حتى إن لقينا باللغة يعني كنا هو بحر، وندش دور فيه على جمال هذا البحر، جمال اللولو، جمال اللغة نفسها، فنمى فينا هذا الشغف. انزين، وش سالفة الحكي الكويتي وياك؟ يعني انت الحين مواليد سعودية صح؟ نعم. وعشتي بسعودية فترة وباقي حياتك عشتيها بالكويت هنا. ايش سالفة الحكي الكويتي هذا؟ ابوي الله يسلمه والله يحفظه دخلنا مدارس عربية، في المتوسط حرص انه يدخلنا المعهد الديني. في المعهد الديني مع التعامل مع الطالبات، مع التعامل مع الابلات، اكتسبت اللهجة الكويتية. اللهجة الكويتية، وسهلة ولا صعبة اللهجة الكويتية؟ صراحة كانت جدا سهلة على اللسان ولقطها بسرعة. واللهجة بالبيت شو تحكيهم بالبيت؟ صيني، كويتي، لغة عربية، شو تتكلمون بالبيت؟ ننقسم إلى أقسام. ها بعد مقسمين داخل، ما شاء الله، كم عددكم ما شاء الله؟ احنا عددنا يعني أنا عندي 5 خوات أكبر مني وأخ أصغر مني، فعددنا الكلي 7. ما شاء الله. فأنا بيني وبين خواتي نتكلم عربي، كويتي. كويتي. الكويتي. أنت وخواتك. أنا وخواتي. بيني وبين أبوي يتكلمنا اللغة الصينية عشان ما ننساها، حتى بيني وبين أمي يتكلم اللغة الصينية، وبيني وبين الصينيين اللي احنا نعرفهم بالكويت اللي هم جايين، هم طالبات أبوي وأمي جايين يطلبون المساعدة في لجنة تعريف الإسلام، نتكلمهم العربي الفصحى. فيعني الحمد لله نمينا كل الجوانب بهذه اللغة. ما شاء الله. وصدق يعني هذا أضاف كثير في شخصياتنا وأضاف كثير في نظرتنا للمجتمع.